بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقوم بفتح المشروع كما نلاحظ الآن، ثم ننتقل إلى ميدي أوديو. أول شيء أذهب إلى هذا الاختيار VST Bang and Effect، أضغط عليه ضغطة واحدة فتظهر لدينا هذه النافذة، أضغط هنا. عندما لا نجد أي اختيار كما هو موجود فيها في الشاشة هنا، أضغط ضغطة واحدة وأختار هذا الاختيار. في حال أني لم أجد، يعني أجدها هكذا فارغة، أختار هذا الاختيار Close. المرحلة الثانية، عندما لا أجد هذا الاختيار هنا، في حالة أني لم أجده في البرنامج، أذهب إلى هنا وأختار هذا الاختيار فتظهر لدينا نافذة، أضغط على Edit يعني إضافة. لاحظ المسار الأول والمسار الثاني، هذا المسار الأول وهذا المسار الثاني. المسار الأول في Partition C، هنا Partition C، أبحث عن Program File 86، أنزل إلى الأسفل حتى أجد هذا الاختيار VST Plugins، أضغط عليه ضغطة واحدة حتى يصبح أزرق ثم أضغط OK. أعيد الكرة مرة ثانية وأنتقل إلى Program File، الأول Program File 86 والثاني Program File، هذا أضغط عليه ضغطة وأبحث عن نفس الاسم في الاختيار أو نفس الاختيار الأول VST Plugin حتى يصبح أزرق، أضغط عليه ضغطة حتى يصبح أزرق هكذا ضغطة واحدة ثم OK. عندما أضغط على علامة Close، هذه علامة الفي، أتركه قليلا فالبرنامج سيبحث أو سيفعل الميزة، أضغط عليه ضغطة واحدة وأتركه قليلا. بما أني أنا مفعل الميزة أترك حتى يكمل لا عليك، ثم أنتقل إلى هذا الاختيار وأضغط الاختيار الأول وأتركه قليلا. فكما قلت لك سابقا أنا مفعل الميزة، لذلك لا يحتاج مني وقتا طويل، ربما يأخذ منك على الأقل دقيقة أو دقيقتان حتى يفعل الميزة. ثم أنتقل لأسمع